الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم عن أعظم نعمة وأكبر منة. من خلال هذه النعمة عرفنا ماذا نأتي وماذا نذر. من خلال هذه النعمة كانت لنا قيمة في الحياة. من خلال هذه النعمة تحولت البشرية من دياجير الظلام إلى نور ساطع يضيء العالم كله. ما هي هذه النعمة؟ إنها نعمة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكرم وأنعم بها من نعمة، خاصة أننا بعد أيام قليلة نتفيأ ظلال الذكرى، ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكراك يا خير مبعوث إلى الأمم، ذكرى الهدى لا حيمحو حيرة الظلم. في بيئة كان فيها الجهل منتشرا، وعم فيها سجود القوم للصنم، والخمر رائجة والفسق مشتهر، والحق عنه بنو عدنان في صمم. كنت اليتيم الذي طابت شمائله صلى الله عليه وسلم، كنت الأمين إن احتاجوا إلى الحكم، كنت البعيد عن الأوثان تبغضها أما الحديث فقالوا صادق الكلم. والخمر ما عرفت يوما لكم شفة، وكيف تشرب أم الشر والسقم. هذه بدايتكم صلى الله عليه وسلم، بالفضل قد نطقت، تبنى البداية عن وحي وعن حكم. نعم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة وأكبر منا، حتى أن الله عز وجل ما امتن على خلقه بشكل واضح وشكل صريح إلا بنعمة إرسال سيدنا محمد، اللهم صل عليه. فقد قال الله تعالى لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. لكنه ما امتن على البشرية وما امتن على المسلمين خاصة إلا بهذه النعمة. فقال في آية لا تحتاج إلى كبير تفسير، لكن ينبغي أن نتوقف عند تضاعيفها وعند تفاصيلها. قال تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هلم بنا نقرأ تضاعيف هذه الآية. بداية قلت لكم إن الله عز وجل لم يمتن على خلقه بشكل واضح بنعمة محددة إلا بهذه النعمة. قال في آخر سورة الحجرات عن نعمة لها مسيس العلاقة بسيدنا محمد، قال: يمنون عليك أن أسلموا
عندما جاء وفد بني أسد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له جئناك غير مقاتلين وقد قاتلتك غطفان إلى آخره، يروحون عليهم مرات كثيرة حتى يعطيهم الصدقات وهم لا يريدون الإيمان، فقال الله لهم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأعظم نعمة هي نعمة إرسال سيدنا محمد، فقال لقد من الله على المؤمنين. وهنا قد يقفز سؤال في ذهن كثير منا، أليس سيدنا محمد اللهم صل عليه رحمة للعالمين؟ بلى. أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للبشرية جمعاء؟ بلى. فلما جاءت الآية تتحدث عن المنة للمؤمنين؟ قال المفسرون إن الله عز وجل قال لقد من الله على المؤمنين ولم يقل على الناس مع كونه رحمة للعالمين، قال لأن الذين استفادوا من هذه الشريعة والذين آمنوا بها هم الذين امتن الله عليهم، فالذين استفادوا بالإيمان هم المؤمنون وحدهم دون غيرهم، فجاءت المنة تتناسب وإيمانهم. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين، فمن كانت بين يديه مشكاة النبوة وتنكب لها وما آمن ما استفاد، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا قيمة للإنسان أن يكون بين يديه الخير ولا ينتفع منه، فامتن الله عز وجل على المؤمنين دون غيرهم لأنهم آمنوا. وهنا ملمح، ما موقفك أنت في هذه الذكرى؟ هل الغاية من ذكر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني نستمع إلى سيرته العطرة في كل عام وتمر هذه الذكرى، هل الفكرة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وتتحرك أشواقك وهذا شيء طيب ورائع وجيد فقط أن تخف عند هذا، أم ينبغي عليك أن تتخذ من ذكرى بعثة سيدنا رسول الله وذكرى ميلاده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم براسا يضيء حياتك بأن تجعل منهجه وشريعته وسنته هي القائدة لك في حياتك من حيث أخلاقه صلى الله عليه وسلم، من حيث تعاليمه، من حيث معاملاته مع غير المسلمين، من حيث معاملاته مع المسلمين، من حيث معاملاته مع نسائه، مع أولاده، مع عماله، مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود من إحياء هذه الذكرى. قال تعالى وذكرهم بآيات الله وذكرهم بأيام الله، وآية رائعة في أول سورة الأعراف، ما أجملها من آية، ما أجملها من وقفة. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهناك سؤالان، سؤال لنا ماذا فعلنا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، فالله عز وجل سائلنا ماذا نحن مجيبون، ماذا فعلنا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جعلناها للبركة فقط؟ وإذا ما ذكر أحد الناس بسيدنا رسول الله وقيل له إن هذا حرام وإن هذا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا بأس عليك ولا جناح عليك، هذا قبل 1000 عام ما زلت في دفترك العتيق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، أرسل الله عز وجل رسولا من العرب، عرفوا صدقه، عرفوا أمانته، عرفوا نسبه، فجاء القرآن الكريم يقرع أولئك الذين تنكبوا لسيدنا محمد، فقال لهم الله عز وجل في سورة يونس أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ما أجمل هذه الآية، أم لم يعرفوا رسولهم، مكث فيهم 40 سنة كان يسمى الصادق الأمين بشهادتهم، شهد الأنام بفضله صلى الله عليه وسلم، شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. خبأوا أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم، وكلكم يحفظ ذلك في يوم الهجرة،
كانوا حريصين على أدبه وكان حريصا على أداء أماناتهم. هذا معنى إحياء الذكرى، أن تستلهم الأخلاق العالية من ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال تعالى أيضا في سورة المؤمنين على الإعراب والمؤمنون على الحكاية، قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كيف لا يعرفون مكانته ولا صدقه ولا علو كعبه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهم شهدوا بصدقه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كثير من الناس يمنعه الكبر، يمنعه التكبر، وهو يعلم أن هذا الأمر حق، لكن كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أرجو أن نقف قليلا عند هذه الكلمة. قال: واستيقنتها أنفسهم. هم على يقين أنه رسول الله، وعلى يقين أن هذا الكلام حق، وعلى يقين أنه ما ينطق عن الهوى. قال: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كانوا حريصين على التكبر، كانوا حريصين على بطل الحق، كانوا حريصين على رد الحق بسبب البطر، بسبب الكبر، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. أجزاء هذه النعمة، أول أجزاء هذه النعمة يتلو عليهم آياته. هل نقدر القرآن قدره؟ هل القرآن من أجل البركة؟ من أجل إن مات أحد الناس أو أحد المسلمين يعني يوضع القرآن ويستمع الناس بخشوع، وإن سمع القرآن في الطريق من مات؟ هل من أجل أن تفتتح به قناة فضائية تلفزيونية أو إذاعية، وأن تختتم البرامج بالقرآن وما بينهما، تعرفون ما بين البداية والنهاية؟ هل من أجل هذا كانت يعني رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يتلو عليهم آياته. فهل نقدر هذه النعمة قدرها؟ أين مكانة القرآن في حياتنا؟ من أراد أن يفرح بسيدنا رسول الله، اللهم صل عليه، ينبغي عليه أن يفرح برسالة رسول الله، ينبغي عليه أن يفرح بالقرآن الكريم الذي جاء به سيدنا محمد، وليست الفكرة فكرة شخص سيدنا محمد اللهم صل عليه، لا أبدا، وإنما ما جاء به سيدنا محمد اللهم صل عليه، ما جاء به النبي. قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. جاء ليزكي عقلك، ليزكي فكرك. كانوا أقل ما يقال. قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول العلماء: الكتاب القرآن، الحكمة هي السنة، كما يقول الإمام الشافعي، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أريد أن أقف عند هذه النهاية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الأدباء: بضدها تتميز الأشياء، إذ لولا القبيح ما عرفنا الجميل، إذ لولا الحسن ما عرفنا القبيح. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماذا أحدثكم عن حالة البشرية قبل بعثة سيدنا محمد اللهم صل عليه؟ كانوا من حيث علاقاتهم الاجتماعية، خذ الزواج مثلا، يقول الإمام البخاري، يروي الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني أربعة أنواع. كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. النوع الأول: يدخل على المرأة رهط، الرهط من 3 إلى 9 في اللغة العربية، كل يصيبها، فإن تبين حملها جمعكم وقالت: قد علمتم ما كان منكم، ويرسلون إلى القافة التي تتبع الشبه، فيلحق الولد بمن شاءت ولا يستطيع أن يرده. هذا واحد. 2، كان الرجل لا يجد في نفسه نجابة، يعني عقيم، فينتظر زوجه حتى تطهر من الحيض، فتذهب إلى رجل آخر فتستبطع منه. هذا كان في الجاهلية. كانوا أيضا يدخل على المرأة أناس كثير، كل يصيبها، فإن تبين حملها ألحقت الولد بمن شاء. النوع الرابع هو أن يخطب الرجل المرأة من وليها، وهذا كان موجودا الحمد لله حتى في الجاهلية.
إذن هذه علاقتهم. كان الإمام الكلبي يذكر صاحب كتاب الأنساب يقول كان العربي في الجاهلية عندما يسافر يبحث في الصحراء عن أثافية لقدره، يعني حجارة حتى يضع عليها قدره حتى ينضج الطعام، فيأخذ أربعة أحجار يختار أحسنها أجملها أنظفها أطيبها يجعله إلها له، والباقي يجعلها أثافية لقدره. كانت هذه عقولهم، أرأيتم؟ فجاء الله عز وجل بهذه النعمة بإرسال سيدنا محمد فنقلهم إلى ضياء عظيم، نقلهم من وحدتهم. قال وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، من حيث عقولهم، من حيث بيعهم، من حيث شراؤهم. كان الرجل إذا مات أبوه يضع ثوبه على يعني زوجة أبيه حتى كأنها من سقط المتاع ومن بقية المتاع ويأخذها. كانت هذه أحوالهم أيها الإخوة الأكارم. فعندما نقرأ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ينبغي علينا أن نفهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذه الأمة بفضل من الله، كيف كانوا يقتتلون من أجل ناقة سبقت ناقة، فجعل منهم خير أمة أخرجت للناس. لذلك حتى ميلاده صلى الله عليه وسلم كانت فيه إرهاصات جميلة يذكرها الشيخ أحمد الكبيسي في أبيات شعرية طويلة أقبس منها هذه الأبيات. يقول: نادي العطاش وقل توالى الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نادي العطاش وقل توالى الماء، فلقد هما غيث ففاض حرار، وجرت على رمل البطاح سحائب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاخضرت الغبراء، واستيقظت أجفان مروة والصفا وبمقلتيها دعوة ودعاء، فسلى بها حسان عن حسنائه، وسنت قصيدة صخرها الخنساء، يا همسة الروح الأمين على المدى صب النشيد فكلنا إصغاء، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. ثم يذكر في أول زيارة له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذه الأبيات، في أول زيارة قبل 50 سنة يسأل عن قبر النبي، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: إن تكن خصمي فأنت الحكم، كل صب للهوى يحتكم، زاد شوقي فبراني السقم، وعلى طيبة دمعي ديم، زرت طاها فاحتواني الحرم، كلما سلمت خف الألم. أيها العشاق صلوا وسلموا صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتقضي بها حاجاتنا، وترفع بها درجاتنا، وتجعلنا فيها عندك من المقبولين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادة الخلفاء، سادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية. تذكرت الآن أمرا يتعلق بالفرح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع، وقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن سبب صيام يوم الاثنين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح عن سبب صيام يوم الاثنين، فقال: يوم ولدت فيه. ويذكر الإمام البخاري في معلقاته في صحيح البخاري يعني باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يذكر أن العباس رأى أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، قال: ما فعل الله بك؟ يسأله، قال: بشر حيبة، يعني بأسوأ حال، إلا أن الله يخفف عني في يوم الاثنين
بأن يخرج ماء من أصبع، يقال أصبع وإصبع وأصبع وكلها لغاتها صحيحة. المهم يخفف عني كل يوم اثنين بأن يخرج ماء من أصبعي فأشرب منه، لأنني أعتقت ثويبة. ما ثويبة؟ كانت جارية عند أبي لهب، فلما جاءت إلى أبي لهب وبشرته بأن أخاه عبد الله ولدت زوجه ولدا سمي محمدا، قال أنت حرة. يقول الإمام ناصر الدين الدمشقي: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمد، فما ظنكم بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتوجهوا الى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم انه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في بناتنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم انزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرأوا، يا مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما به برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.